سأحكي لكم قصة أصيخوا إليها من أجمل ما ستسمعون في حياتكم. قصة دبجتها يا راعة الأديب الفيلسوف والمفكر الإنساني الرحيم الذي ذكرت لكم أعتقد مرة أنه قضى مسلماً، والآن الأدلة أصبحت قوية على أنه قضى مسلماً، فرحمة الله عليه بل رضوان الله عليه، ليو تولستوي صاحب أن كارينا والحرب والسلام والثلاثية المشهورة، الإنسان العظيم الذي تخلى عن الملايين، كان أوسع الكتاب انتشاراً وكتبه الأوسع مبيعاً أيها الإخوة، في وقته تخلى عن كل هذا الريع للفقراء والمساكين وبات بلا بيت، طردته زوجته، بات بلا بيت وقضى على سكة حديد في الشارع. فرحمة الله على هذه الروح الماجدة الكبيرة ليو تولستوي. تولستوي عنده قصة علامة يعيش الإنسان، قصة من أروع ما تقرؤون، علامة خيالية لكن واقعية إيه؟ في المعنى العميق الجوهري، علامة يعيش الإنسان. قصة ملك أيها الإخوة فسق عن أمر ربه، وهذا لا يجوز ولا يكون طبعا، لكن عقلية كتابية تستوعب هذا، وعقلية إسلامية خرافية هاروت وماروت تستوعب هذا، لكن عقلية قرآنية عقدية صحيحة لا تستوعب هذا. لا يعصون الله ما أمرهم. على كل حال هي قصة، المهم بالعبرة. ملك فسق عن أمر ربه، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أمره، كأنه من أعوان ملك الموت أيها الإخوة، أمره أن يعين، وفي الحقيقة قال أن يقبض نفس امرأة أرملة على يتيمين أبوهما كان قد درج وقضى من قبل، يتيمان، هما يتيمان صغيران ربما إيه في السنة الأولى توأما، فالملك أخذته عاطفة الرحمة، قال يا رب كيف يعني أبوهما قد قبضنا إيه روحه منذ زمن أو نفسه، والآن نقبض روحه إيه أو نفس الأم، لمن يبقيان؟ لا لا لن أفعل. فطرده الله تبارك وتعالى إيه من الملكوت، ومثله في شكل إنسان وأنزله إلى الأرض عاريا بلا أجنحة، أخذ منه جناحين فأصبح الآن إنسانا، لكن جوهره في الداخل ملكي، لا يزال إيه بروح ملك، بنفس ملك، بإدراك ملك. فهبط الأرض عاريا، وشاء الله طبعا وشاء الراوي تولستوي أن يهبط في أرض روسية شديدة الزمهرية والقر والبرد، فهبط في ليلة روسية شتوية شديدة البرد يرتجف، وكان من لطف الله تبارك وتعالى أن قيض له صانع أحذية رفيقا شفوقا وقنوعا هو وزوجته بما رزقهم الله. الله تبارك وتعالى قال له لن تعود إلى الملكوت حتى تكتشف الجواب عن ثلاثة أسئلة: ما الذي منحه الإنسان؟ ماذا منح الله الإنسان؟ وما الذي منعه الإنسان؟ ماذا حرم الإنسان؟ والسؤال الثالث والأخير، احفظوها، ثلاث أسئلة: وعلام يحيى الإنسان؟ بماذا نحيا وعلامة؟ هذه هي الدراما البشرية، ما الذي يعطي حياتنا معنى؟ ما الذي يجعل الحياة والعيش جديرا أيها الإخوة بأن إيه؟ بأن يعاش، يجعل حياتنا جديرة بأن تحيا، ما هو؟ ما هو الشيء؟ كل فلسفات الناس هنا متضاربة، واحد عنده المال، واحد عنده السلطة، واحد عنده الجنس، واحد عنده الشهوة، واحد عنده العلم، واحد عنده الكسل، لا أدري، واحد عنده الدين، أشياء كثيرة. وين الصحيح في هذا؟ نريد أن نعرف أين الصحيح. إذن ماذا منح الإنسان؟ ماذا منع الإنسان؟ على ماذا يحيا الإنسان؟ مغزى الحياة، ما الذي يمعنيها، يعطيها معناها، معنية الحياة أو معننة الحياة كما يسميها بعضهم. المهم فأخذه هذا هي الإسكافي أو الإسكاف الرفيق الشفوق الرحيم، أدخله بيته، ستره مباشرة بشيء من ملابسه وهي يسير جدا وقليلة، لعل زوجه من ملابس كان عنده، فأعطى إيه أحدهما لهذا الرجل الغلبان ولا يدري أنه ملك، ثم قدم له طعام الضيافة وأدفأه واستقبله في بيته كم شاء، قال تبقى عندي كم تشاء، يوما يومين عشرة إلى إيه أن تجد سبيلا لك. فعثر الملك على أول إيه جواب لأول سؤال: ما الذي منحه الإنسان؟ يعني أعظم، طبعا تقول لي منحنا 50,000 شغلة، طبعا لا 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 لا، أعظم ما منح الرب الإنسان، الذي منحه الإنسان هو حب الآخرين، أن تحب الآخر، الحب هذا أعظم شيء. إذا حب لا معنى الحياة نضيع، كلنا سنضيع في يوم من الأيام، انتبهوا، في ظرف من الظروف، في وقت من الأوقات كلنا سنضيع، إذا الحب. قال هذا أول جواب، الجواب صحيح، الجواب صحيح. ثم بعد ذلك قيض الله لهذا الملك
المؤنسن أن يتصل حبله بحبل الرجل فخور غني مكاثر مدل معجب بنفسه وبثروته. يأتي الشحاذون والسائلون أيها الإخوة فيرد أكثرهم بلا نوال ويعطي أقلهم العطاء الشحيح الذي لا ينقع غلة ولا يشفي علة كما يقال، عطاء قليلا محقورا. لكنه في يوم من الأيام الملك رأى هذا تماما وعاجه، بعث إلى مجموعة من الحذائين كوستن فور أنشلاج يعني عروض ومقايضات، يريد زوجين من النعال عين عليهم لم يرى الراؤون مثلهما ومن أفخر جلد ممكن من جلود كذا أو كذا أو كذا، مين يقدم أحسن شيء؟ المهم وقعت القرعة على أحدهم وذهب وجعل يتفنن فيه في صناعته. وفي اليوم الذي أتى هذا الحذاء الإسكاف بزوجين النعل أو الحذائين أيها الإخوة، لاحظ الملك أن الله تبارك وتعالى عاجل الفخور الغني فلم يلبسهما، ضاعت الحياة، لم يلبس النعلين. حياة لا تساوي نعلين في النهاية، حياة مثل هذه الحياة لا تساوي نعلين. فوضح له الجواب عن السؤال الثاني الذي منعه الإنسان، هو لياقة وحكمة تحديد أهدافه وغاياته الحقيقية في الحياة. حياة مش نعال، حياة مش لباس، حياة مش سيارات، حياة مش شهوات، حياة مش سلطة فارغة. وين سلطة القذافي اليوم؟ وين سلطة الزين وما هو بزين بل هو الشين؟ وين سلطة المبارك الممحوق؟ وين سلطة الفراعين والقوارين والهوامين؟ كله ذهب مع أمس الدابر، مع أمس الدابر والزمان الغابر، كله كلام فارغ. ليست هذه هي الحاجات الحقيقية. لكن للأسف يخطئ بعض الناس، معظم الناس، استغفر الله، شو بعض الناس، معظم الناس ليست لديهم حكمة أن يحددوا أهدافهم الجوهرية الحقيقية في الحياة، يضلون عنها، يعيش 30 سنة من أجل أن يصيب سلطة، وبعدين حتى إذا أصابها أفسدته، أفقدته روحه ومعنوياته، وأفسدت عليه حب الآخرين. سأسألكم سؤالا، كلكم بلا شك زرتم وعدتم عددا من المرضى في المشافي، بالله قولوا لي حين كان يتفق أن تزوروا رجلا من ذوي الهيئات، رجلا صاحب منصب من علية القوم، غنيا مثريا عالما جليلا سياسيا عسكريا مبرزا أي شيء، إذا اتفق لكم أو لبعضكم هذا، بالله هل حدث مرة وجدتم أو سمعتم وجدتم أو سمعتم أن أحد هؤلاء علق في غرفة مشفاة شهاداته العلمية؟ ومريض طبعا، هذه شهادات العلمين تبهوا، أنا الدكتور العلامة البروفيسور أستاذ زائر في كذا وكذا وعملت كذا، ولا واحد حتى لو رئيس أي دولة أو رئيس حكومة أبدا علق نياشينه في غرفة المشفى، نياشين والسيوف والأشياء المسدسة والمخمسة والمذهبة والمفضطة، أبدا علق ثبتا بحساباته المصرفية 7.5 مليون و2 مليون كذا وأسهم كذا وكذا في شركة كذا وفي البورصة كذا، ما في ولا واحد. ماذا يعلقون؟ أو بالأفصح ماذا يتعلقون؟ يتعلقون ماذا؟ ماذا يعلقون عندهم؟ ماذا يتعلقون؟ يعلقون أو يتعلقون أيها الإخوة بطاقات صغيرة أحيانا مرسومة ومخطوطة ومكتوبة بأيد الأطفال البراء الملائكة يتمنون فيها الرحمة والشفاء والعافية لحبيبهم أو حبيب الجمهور أو حبيب الشعب زورا طبعا وظلما، وما هو بحبيب لأحد، لكن هذا هو طاقات من الزهور من الأوراد أيها الإخوة مع بطاقات صغيرة، هذا هو. وحين يستشعر هذا أو يشم ريح الموت يصير أعظم أمله أن يقيد الله له بعد توليه ودروجه بعد أن يقضي ويموت بعض من يحبه بصدق، لأن المنصب راح، الفلوس راحت، كل شيء راح، أنا كلي رحت على بعضي راح الغني، راح الرئيس، راح مات، دفن في التراب أكله الدود، أن يقيد الله له من يحبه بصدق يدعو له دعوة بظهر الغيب عسى أن تناله رحمة الله وعافيته ومغفرته، صح؟ هذا هو. أنا أقول لكم هذا كلام جميل، كلام نسمعه جميل، لكن أنا موقن
معظم الناس يسمعه ولا يفهمه. أقول لا أنا أفهمه أحفظه، لكن لم تفقهه جيدا. إذا لم يغير حياتك هذا الكلام أنت لم تفقهه. إذا لم تجد نفسك بعد هذه الخطبة تغيرت قيمك في الحياة، مسالكك، نوازعك، تصرفاتك، أنت إذا لم تفقه. ليس الفقه أن تحفظ الكلام كالأطفال أو كالريكوردر وتعيده تقيئه، ليس هذا. هذه مشكلة الناس يا أخي، ليس لديهم حكمة حقيقية. مثل هذا إيه الغني الفخور صاحب الحذائين وحياته لا تساوي حذائين. إذا انتبهوا، من أهم الأشياء وأشرفها وأخطرها في حياتنا أن نحدد غاياتنا في الحياة. ما هي غاياتي في الحياة؟ بعض الناس غاياته معظمها يتمحور، تعرفون على ماذا؟ حول ماذا؟ حول إغاظة وإذاية الآخرين، أن يلحق الأذى بآخرين. أناس موفقون سعداء أن يخرب عليهم بيوتهم، يخبب الرجل على زوجته، تخبب المرأة على زوجها، يقع الطلاق تفرح، يفرح. ما أنت إلا شيطان، ما أنت إلا إبليس من الأبالسة والله العظيم. هذه حياته، أن يشوه سمعة إنسان نبيل معروف بالفضل والإحسان بين الناس، أن يشوه سمعته، أن يثير حوله عجاجة غبارا. أنت ما بتعرف الحقائق كلها، أنت بتعرف ما شاء الله، أنت يا متعل هي كاذب. هذه أهداف حياته، يضر نفسه فقط من أجل أن يضر الآخرين. تخيلوا هذا البشر، هذا آدمي، هذا البهائم أشرف من هؤلاء والله العظيم. البهائم لا تضر الناس هذا الضرر، أي إنسان هذا. وفي الأخير هو حطب من حطب جهنم ليعلم أن الله يسعر به جهنم. هذا من أوائل من تسحر بهم جهنم، هذول من حطب جهنم. لا انتبهوا، هذه قضية خطيرة، أن تحدد الغايات العليا في الحياة. ما هي غايتك؟ ما هي أهدافك؟ ما هي غايتك؟ ما هي أهدافك؟ بقي السؤال الثالث، بقي السؤال الثالث، على ما يحيا الإنسان؟ هذا أهم شيء على الإطلاق، أهم السؤالين المتقدمين. على ما يحيا؟ ما الذي يجعل لحياتنا معنى؟ ما الذي يجعل لحياتنا معنى؟ إذن حتى السؤال الثاني مرهون إيه؟ بمعرفة جواب السؤال الثالث. اكتشف الملك أن الذي يجعل لحياته معنى التالي. قبل أن أقرر كيف اكتشف، قال: لما هبطت مؤنسنا بلا جناحين، لا خبرة لي ولا تمهر ولا دربة، كيف أكسب رزقي؟ كيف أستر عورتي؟ كيف أسد خلتي؟ كيف أدفئ بردتي؟ لا خبرة أبداً، ملك هو المسكين، أجي في عالم لا يستطيع أن يتصرف فيه. قال: لولا ما قيض الله لي من ذلكم الإسكاف الرفيق الشفوق العطوف الحنون لهلكت. إذن ما يجعل لحياتنا معنى هو رعاية وخدمة الآخرين، مساعدة الآخرين، أن نساعد الآخرين، وإلا تضيع الحياة كلها، تضيع الحياة كلها. وهنا اكتشف حكمة الله التي كان جهله بها سبباً في طرده من الملكوت. لماذا؟ غلبته الرحمة والعطف، فلم يوافق على قبض روح أم اليتيمين لئلا يظل بلا عائل فيضيع في الحياة أو يتعرض للهلكة المحققة. قال: لا، قاطعاً، ذانك اليتيمان الصغيران الله تبارك وتعالى قيض لهما من الأوادم من بني آدم من البشر الذين ملأت المحبة والرحمة قلوبهم، من يعيش لأجلهم، من يخدمهم، من يعنى بهم. وهذا ما حصل فعلا. قال: لم أفهم هذا، لكن حصل معي أنا، وأنا كبير كبير، لست طفلا صغيرا يتيما، وهناك من عني بي. ليندا ويلسون عالمة اجتماع أمريكية مشهورة تقول: من بين 100 كارثة طبيعية درستها بدقة، دراسة ذكية جدا ولطيفة، درست 100 كارثة طبيعية مثل التسونامي هذا الأخير، قالت: من بين 100 كارثة طبيعية درستها بدقة انتهيت إلى أن الضحايا الذين كان يحاول كل منهم أن يسعى في إنقاذ الآخر نجوا جميعا، الساعي والمسعي عليه. في 100 كارثة درستها يا السيدة البروفيسورة ليندا ويلسون، شيء غريب، كلهم نجوا، وصدق رسول الله فنجوا ونجوا، هذا ينجو وهذا ينجو. هناك قصة في الأدب النيجيري، قصة أفريقية جميلة جدا، تتحدث عن قرية صغيرة من أكواخ من القصب أيها الإخوة والخشب، اشتعلت فيها النيران،
ايش تعرف فيها؟ النيران. ترى ما في هنا، لا بد على اهل القريه جميعا ان يغادروا. فاطلق كل منهم ساقيه للريح لا يلوي، وبقي رجل مقعد اشل لا يستطيع الحركه، واخر اعمى يستطيع الحركه ولكن لا يهدى السبيل، لا يهدى السبيل. وهكذا تبادل المنفعه، تبادل المنفعه. قال الاعمى ايها الاخوه الذي يستطيع الحراك للمقعد الذي يبصر ولا يستطيع حراكا، قال له اعمى لك مركبه، انا ركوبه لك، انا دابه، انا سياره لك، انا عجله لك، تركبني وانت تعمل لي تعمل لي عينين. فنجى الاثنان. وهكذا هكذا يمكن ان ينجو الناس كلهم حين يتعاونون ويتراحمون، يتعاونون ويتراحمون ايها الاخوه. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام: من منح منيحه لبن او ورق او هدى زقاقا كان له كعتق رقبه. جزاك الله خير. كان له كعتق رقبه. تريد واحد يقول لي ما فيش اليوم رقاب نعتقها، انا اقول لك كان له ك، مش شرط يكون فيه، اهم شيء ك، هذه ك موجوده، ك في التشبيه. ما في رقاب اليوم، وسيكتب لنا عتق رقاب، واي رقاب باذن الله.